النادي الاهلي. خليني اقول لحضراتكم بعض الاخبار اللي بتتعلق بالفريق، والفريق طبعا زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي قدامكم على الشاشه بيستعد لمباراتي بطل النيجر، الحرس فريق الحرس الوطني يوم 16 اللي جاي يوم السبت، ويوم 23 السبت اللي بعده. مباراه الذهاب هتكون هناك الاول، مباراه الاياب هتكون هنا باذن الله تعالى. الاهلي يكون موفق ويتاهل لدور المجموعات من بطولته المفضله واللي قدر انه يفوز بيها 10 مرات قبل كده. بعد مران النهارده موسيماني ادى للفريق راحه لمده 24 ساعه، وبعد كده يرجعوا بعد بكره ان شاء الله يتمرنوا بشكل طبيعي عشان يستعدوا للسفر يوم الخميس باذن الله. النهارده التدريبات كان فيها بعض التدريبات البدنيه المتنوعه، دي فقرات يعني المران النهارده، وايضا كان في بعض الفقرات اللي بتتعلق بالتدريب بالكره وبدون كره، واستمرت لمده 30 دقيقه تحت قياده كابيلو طبعا مدرب الاحمال بالنادي الاهلي. يعني دي ابرز واهم المباريات او ابرز واهم الاخبار تتعلق بالنادي الاهلي. بخصوص الاصابات، لسه محمود وحيد يعني تقريبا المفروض ان هو خلاص بيشارك في تدريبات بشكل طبيعي او بشكل تدريجي، ومتولي عنده بعض الالام في الركبه. الامور ماشيه بشكل جيد بالنسبه للنادي الاهلي، الاصابات مش كتير الحمد لله. طيب خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نتكلم شويه عن منتخب مصر، لان النهارده مباراه في الحقيقه غايه في الاهميه. لو منتخب ان شاء الله يعني ربنا كرمه وقدرنا ان احنا نكسب الثلاث نقاط النهارده، يبقى خلاص نسبه 99.9% منتخب مصر وصل للمرحله النهائيه من تصفيات المؤهله لكاس العالم باذن الله. بعد الفاصل نتكلم عن المنتخب، استنوا.